بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيدنا، السلام عليكم، معكم أبو فردوس. دائما في موضوع كيف نحمي أنفسنا من الجن ومن الشياطين، نتكلم اليوم على أداب دخول مرحلة طواليت. شحال تاع الناس سبحان العظيم الله تيح عليهم الغنى باش يدخلوا المرحلة؟ علاش يعجبو الصوت ديالو؟ تقول زوين زعما كاين الزليج وكاين، لا، هذا خطر، لأنه الجن تيسكن في المراحل. ما نتكلموش في المرحلة، ونعلموا لوليداتنا ما يتكلموش في المرحلة. ما تتكلم ما تغني، تبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ينبغي أن ندخل للمرحلة نأخذ الحاجة ديالنا بدون كلام وبدون غناء. وقبل ما ندخله سنقول الدعاء، بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذكور الجن، الخبائث إناث الجن. أقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. من خرج نقول غفرانك، أسأل الله المغفرة، غفرانك. هذا الشيء كله علمه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فيه خير لنا، فيه خير لنا، فيه وقاية وحماية. أماكن ديال النجاسة تسكنها الشياطين، إنسان يحمي نفسه، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ستر ما بين أعين الجن وعورة بني آدم قول بسم الله. والحديث صحه الألباني في صحيح الترمذي، الإنسان ديما يكون على بال، لأنه هذا الشيء تأذيه، وهي من الأسباب تخلي الإنسان تختارق الجن بسبب الأذية. الجن تيحضر الأماكن ديال الشياطين أو الأماكن ديال الإنس اللي تيقضي فيها الحاجة ديالو، علاش باش يأذيه. أما الإنسان تيقول دعاء ربي تيحميه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي المسلمين أجمعين. لا تنسوا تشتركوا في القناة ديال أبو فردوس يوتيوب، الله يتقبل منكم. السلام عليكم.